أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. هسه نبدأ نفتح أول صندوق ونشوف شنو المواد اللي بداخله. يا الله، بالبداية مثل ما جاي تشوفون هذا هيدسيت اللي هو اسمه لايتون جي 3 اعتقد هي جي اسمه. المهم هسه عندنا الشغلة الثانية اللي وراها هذا نسيت اسمه، ما اعرف يعني نسيت اسمه، بس هو واضح بالصورة كلش واضح، راح عن بالي. هسه نكمل. عندنا هنا كريم الكولاجين، طبعا هذا كريم كلش مشهور للعناية بالبشرة وهالسوالف، طبعا متوفر بالجملة والمفرد، هذا كله موجود للبيع المباشر اذا تحبون تطلبوه. مثل ما جاي تشوفون هاي كميات جايبين كبيرة للبيع جملة او مفرد. هنا عندنا مايكروفون اللي هو يفيد اكثر شيء اليوتيوبر واللي يحبون يسجلون اصوات، طبعا مايك كل زين. هنا عندنا هاي القطعة الرهيبة اللي هي مال هيتمان نسخة الجامعين او المجمعين، طبعا محتوياتها مثل ما جاي تشوفون بالصورة. ان شاء الله عن قريب نسوي عليها فيديو ونبين شنو محتوياتها انا وياكم. نبدي نفتح الصندوق الثاني ونشوف شنو جاينا بيه. اي نكمل. هنا أنا مثل ما جاي تشوفون مجموعة متنوعة من المواد والاغلبها اللي واضح انه علاجات. هنا عندنا هذا جرين كوفي اللي هي مثل الشاي الاخضر لكنه قهوة خضراء، اعتقد حسب تصور انه هاي منحف. هنا نشوف انه ايضا علاج امريكي ثاني، هذا علاج امريكي، يعني اكو مواد ما اعرف شنو شغلها لكنه مبين واضح بالصورة. هنا ايضا علاجات امريكية، انا ما اعرف اغلب المواد ما اعرف شغلهم، لكن اكيد الناس اللي طالبين يعرفون شنو شغلهم واكيد كانوا محتاجيها. في اي شيء تحتاجوه من امازون من امريكا احنا نقدر نوفره لكم. هنا أنا مثل ما جاي تابعون وياي مجموعة من العلاجات الأمريكية، أكيد أصلية ونوعية ممتازة وأرخص من ما موجودة بالسوق، هاي إذا موجودة بالسوق أصلا. هنا عندنا هذا همات أيضا، أعتقد هذا مال شعر مكتوب زبدة الشيا، المن تستخدم ما أعرف بس أعتقد للشعر. هنا عندنا أيضا هذا التكملة مال جرين كوفي. هنا عندنا هذا منتج امريكي للعناية بالشعر، طبعا للرجال مثل ما مبين بالصورة. هنا عندنا هاي ملابس، اعتقد هذا قميص وهذا كبدي، لا هذا اثنين قمصان. عندنا هنا هاي اوراق يوغي تعرفوها اكيد، لكنه هاي مجموعة خاصة يعني بيها اوراق خاصة. هنا هذا مثل الشكل الصغير مال سبايدر مان، هذا يتعلق على السيارة على الجامعة مال السيارة، هيك شكله حلو. هنا مجموعة من الفقرات او المجسمات مال انمي، طبعا هاي متوفرة للبيع المباشر مال الانمي مال ديث نوت. هنا عندنا موبايل ماركة صينية اللي هي اعتقد الشاومي نوت 3، هذا طبعا خوش جهاز كلش راقي. هنا عندنا هذا مقياس، اعتقد مقياس البي اتش، البي اتش هو اللي يقيس الملوحة التربة او الماء حسب تصوره، طبعا يعني مو ما متأكد 100%. هنا عندنا محتويات مال اكسسوارات مال زوم، طبعا هذا الزوم هو جهاز لتسجيل الصوت، صوته كلش راقي يعني جهاز احتراف نقدر نقول عليه. هنا عندنا شنو هاي، اعتقد ساعة، اي هاي ساعة، طبعا مثل ما واضح انه ساعة ذكية لان كل شي ما بيها مطفي. ها هذا مال مقياس البي اتش، هذاك مقياس الشنو ما اعرف. المهم هذني مقياسات. هنا عندنا الظاهر انه علاج للشعر، التساقط الشعر اعتقد، ما اعرف. طبعا كل منتجات مكتوب الوصف مالته بالانجليزي بموقع امازون. هنا أنا مثل ما جاي تشوفون هاي مال تمارين رياضية، هاي الكرة المال الرياضة اللي يستخدموها الرياضيين، اكيد اكو هواي معكم شايفيها ويعرفوها. الشغل اللي ورا عندنا هيدسيت، طبعا هاي السماعة بها الوان تطي لون ازرق وشكلها مناسب وسعرها مو كلش غالي، حتى صوتها كلش زين. هنا عندنا اكسسوارات،
بس نشوف مثل ما هاي شوفوا اقبالكم، هاي محابس اكسسوارات نسائية، يعني فيك شكلها حلو. الشغلة هنا عندنا هاي ملابس مال اطفال، هاي بدلة مال اعتقد مال البنات، اي المهم هاي مات ايضا مال اطفال ملابس. هنا عندنا ملابس نسائية، هاي بدلة نسائية، لا هاي مال كبار يعني مثل ما مبين اقبالكم. طبعا اي شيء نقدر نجيب انه ملابس، الكترونيات، مواد طبية. هنا عندنا هذا الكولاجين، هذا ما اعرف شنو، كريم او شراب ما اعرف، لكنه اللي طلبوه اكيد يعرفوه. هنا عندنا هذا ايضا كريم كولاجين يختلف عن ذاك، طبعا هذا كناس طالبيه فهذا مو للبيع مباشر. هنا عندنا هذا حجر، طبعا هذا مكتوب عليه لغة عربية، وهذا الحجر من ايباي من امريكا، ما اعرف ايش عنده هناك. هنا عندنا ايضا قميص، يعني اكو مواد عربية طبعا يبيعون هناك بامريكا مو عبالكم. هذا دهن مال، المهم هذا مو دهن مال بشرة، لا اي مو دهن مال بشرة، دهن مال سيارات. هذا ايضا دهن مال سيارات مثل ما بين مال محرك اقبالكم تشوفوه. هنا عندنا هاي ماكينة صغيرة، شنو هي بالضبط ما اعرف، يعني مثل ما واضح اقبالكم اكيد صاحبها يعرفه والغرض بيها، حقيقة ما اعرف شنو هي. هنا عندنا هذا الـ OBD، طبعا هذا جهاز يكشف الاعطال بالسيارات الامريكية، جهاز كلش كلش مفيد اللي عندهم سيارات امريكية. هنا كريم اعتقد هذا للوجه، ما اعرف شنو شغله. هنا عندنا هيدسيت، طبعا هاي السماعات يعني فتشي راقي فيليبس. هنا ايش عندنا، ها عندنا هذا التي في بوكس، هذا اللي يعرض 4K بالتلفزيون، يحول تلفزيونك من عادي الى اندرويد، ويا هاي الكيبورد مالته، هذا واحد من هندي بيع المباشر. هنا عندنا هذا اعتقد جهاز ثاقب للاذن اعتقد، يعني هنا عندنا بودي مال مسلسل مال جيم اوف ثرون، طبعا لا حد يقول لي شلون عرفت، انا ما شايف المسلسل لكنه مشهور. هنا عندنا هذا الجهاز مال تقدر تشغل ماوس وكيبورد على البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 1. هذن مجموعة مشدات مثل ما مبينه، هاي تشد الجسم مثل ما مبينه بالصورة، هذا البنفسجي. هنا ايش عندنا، عندنا قرص مال البلاي ستيشن 4 مال لعبة بلاك اوبس 3، جهاز مال مو جهاز عفوا، هذا واير مال عرض مال الحاسبة. هنا عندنا هذا علاج منحف، يعني طبعا منحفات اكو اشكال وانواع ماركات مختلفة، طبعا هذول لين مجربين فاخذوا 4 علب من عنده. هنا ايش عندنا، عندنا هاي لاصقة مال كيبورد، يعني يجي فيك شكلهن حلو. هنا عندنا هذا الجهاز شنو، ها هذا همات ايضا جهاز لثقب الاذن يستعملوه بالصيدليات. هنا ايش عندنا، عندنا واير وهذا مثل السوار وهذيك ساعة، يعني هذا السوار فيك ما اعرف شنو فيك بالضبط. هنا عندنا هاي قطع غيار اعتقد مال موبايل، فانتو اي شي تحتاجوه نقدر نجيب لكم اياه. هذا ايضا كريم للبشرة. هسه تقريبا خلص هذا الصندوق، نجي للصندوق الثالث ونشوف شنو محتوياته. اول شي نفتح هاي، طبعا هاي نظارة الواقع الافتراضي واللي ولد ربحها سوينا مسابقة. هنا عندنا ماوس مال جيمنج، ماوس احترافي مثل ما مبين، طبعا شكله كلش راقي وحلو. هنا ايش عندنا، عندنا هذا واير مال اعتقد واير HD، واير HDMI، واير مال عرض. هنا عندنا هذا اني ايضا المتوفرات للبيع المباشر، هذا الجهاز اللي هو ماكس شوتر 1 اللي يخليك تربط الماوس والكيبورد على الكونسولات. هنا عندنا الكربون حذاء، حذاء نسائية، اشكال اشكال اي شيء تردون نقدر نجيب لكم. هنا عندنا هذا ايضا للطلب المباشر، طبعا بس هذن القطع الموجودات، اذا تردون يعني اطلب بسرعة قبل ما يجي غيرك يشتريها. بالنسبة هذني مثل ما جاي يشوفون كوابة، يعني فيكة وشكلهن حلو.
اثنان ايضا عندنا هذين الكهرباء. طبعا اتذكر اذا عندك فيزا ايضا تقدر تشتري من امازون، انه ترسل المواد مالتك على عنواننا بامريكا واحنا علينا الشحن فقط. اذا تريد احنا نشتري ونشحن المواد على العراق هم هاي الخدمه متوفره، يعني ما يحتاج عندك فيزا وتقدر تشتري. هنا عندنا هذا الجهاز هو منكم يعرفوه، هم يربط الماوس والكيبورد على البلاي، هذا ايضا شرحناه سابقا، جايبين هذين القطع على الطلب المباشر. هنا عندنا ماوس جيمينج حلو، يعني شكله كلش حلو مناسب. هنا عندنا هذا، عندنا قلم، وهاي مثل الشفقة لكن بها بلوتوث وسماعات. هنا عندنا هذا كريم للعناية بالبشرة، هاي اغلبكم يعرفوها، يعني مثل القناع مال جوست مال لعبة. هذا مال اردينو اللي هو قطع غيار، انا ما اعرفه الصراحة لكنه هواي يطلبون من عندها. هنا عندنا مجموعة اقلام مثل ما جاي تشوفون، اعتقد هذا يو اس بي فلاش، هذا ما اعرف شنو هو لكنه واضح اكبركم بالصورة. هاي مجموعة سيارات، ها طبعا نسخ محدودة منها بالعالم مو هواية، واللي يجمعون هيك شغلات يحبوها. هذا المايك اللي هواية انتشر بالفترة الأخيرة، ما أعرف شنو السبب، اللي اسمه بويا، فهواية طلبوا من عنده، يعني ما أعرف شنو السبب. هنا عندنا هيدفون للي للعفو للبلاي ستيشن 4 مثل ما مبين قبالكم بالصورة. هنا عندنا هاي حزرة، هاي ما أعرف شنو هاي، الماي ايس كريم، هاي اللي يطلع الايس كريم وتحطه بالكوب. هنا عندنا هارد اس اس دي مال حاسبه، وهذا علاج ما اعرف شنو بالضبط. هنا هذني مجموعه من الشامبوات، هذني هم مات ولا طالبهن، واكو منهن للبيع المباشر هم جايبين لكم اذا تحبون. بزيت الاراغان اعتقد. هنا همات نفسها، هذا المايك اللي شرحنا عنه. هنا عندنا همات اقلام، هنا عندنا هذين منحفات متوفرات للبيع المباشر. هذا المنحف كلش مناسب وكلش قوي ويجيب نتائج يعني ايجابيه، جايبين من عنده اكثر من 50 قطعه، اكو جمله ومفرد، اللي يحب يطلب خيرات سنة على الفيسبوك. اي شيء تردون من امريكا نقدر نجيب لكم اياه، يعني كل اللي عليك ترسلنا الرابط اللي موجود بموقع امازون لصفحتنا. وبالنهاية أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، ومو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.